نبش في الذاكرة. ذكريات داعبت أفق خيال النجوم. توقيع أنس الملحوني. أعزائي المستمعين، طاب صباحكم وأهلا وسهلا بحضراتكم إلى ثالث حلقة من هذه السلسلة الإذاعية اليومية الرمضانية من برنامج نبش في الذاكرة، والتي تستضيف الأديب الأستاذ عبد الرفيع جواهري. في مستهل هذه الحلقة أقترح على مسامعكم ثالث عمل إبداعي للأستاذ عبد الرفيع، ويتعلق الأمر برائعة قصيدة رموش، شعر عبد الرفيع جواهري، لحن عبد الحميد بن إبراهيم، غناء العملاق عبد الهادي بالخياط. ولتذكير، هي من تسجيلات أو أوديعت يوم 28 يناير 1965. والإلهام يتضودر الشعر، والإلهام فيه وتلي محلاك شعري، محلى ولا محلى ولا ولا هطلا يا خشعة الغاب، يا زهدي ويا قدري، يا خشعة. الأستاذ عبد الرفيع جواهري في كتاب جولة في عالم الشعر والشعراء بالمغرب لمؤلفه الأستاذ عبد الله شقرون، حيث أقف صحبتك في الصفحة 166 على ما تفضل به عبد الله شقرون في حقك، قائلا في شأن التحاقك بدار الإذاعة والتلفزة بالرباط، حيث قال ما نصه: 10 سنوات من حياة عبد الرفيع جواهري أشرت فيها إلى الظروف التي كانت تعرف مبكرا بهذا الشاعر وإلى هذا الشاعر، وهو بعد شاب لم يتجاوز 18. في سنة 1960 كنا قد أعلننا، يقول الأستاذ عبدالله شقرون في تلك السنة 1960، عن مباراة عمومية لاختيار ممثلين بفرقة الإذاعة للتمثيل العربي، وتقدم إليها العشرات من الراغبين حينئذ في العمل بها موظفين قارين، فكان من بين الناجحين 2 تفوق جدا في تلك المباراة نظرا لنباهتهما في أداء شخصية النصوص التمثيلية المقدمة شعرا مسرحيا عربيا ونترا تمثيليا بالعربية، إضافة إلى مواقف تشخيصية كانت مقترحة بالدارجة، وكذا نظرا لجودة التبليغ في الأداء وجودة مخارج الحروف ولجمال الصوت ونقاوة أوتاره، وكان أحدهما هو عبد الرفيع الجواهري، يقول الأستاذ عبد الله شقرون، والآخر محمد جاد. وهكذا تم التعاقد مع هذا الشاب بتاريخ فاتح نوفمبر 1960 بعد مرحلة التدريب والتجربة والتأقلم. ومنذ ذلك التاريخ ولعدة أعوام أصبح هذا الشاب مقيما بمدينة الرباط. سعد رفيع، ولا اجتدر الإذاعة والتلفزة المغربية ممثلا، كيف تحول الأمر إلى أن أصبحت مذيعا ومنتجا للعديد من البرامج الإذاعية ومقدما بالتلفزة المغربية وكاتبا بجريدتها ومجلتها؟ نعم، قضيت مرحلة لا بأس بها في قسم التمثيل العربي تحت رئاسة رئيسه أستاذ عبد الله شقرون. نعم. في هذه المرحلة استفدت من قواعد الإلقاء. نعم. وهو يذكر في هذا النص مخارج نعم. الحروف، وهذه من الحويجات اللي اعتمدت عليها اللجنة في الاختيار، واستفدت كذلك من طريقته في الاختيارات الموسيقية أثناء إخراج المسرحيات الإذاعية، وقد أفادني ذلك عندما التحقت بقسم الأخبار واشتغلت كمذيع لنشرات الأخبار. كيف كان هذا التحول بين ولوجك بمباراة ممثل إلى أن أصبحت منتجا؟ هو في الإذاعة ليست هناك فواصل، ما كاينش فواصل. نعم. بحيث كان سعد الله شقرون يستعمل أحيانا
مذيعات مثل بديع عريان، لطيفة الفاسي، ومذيعين آخرين كذلك في التمثيليات وما إليها من برامج واستطلاعات. نعم. فإذن هذه الفترة كانت فترة جيدة جدا. أذكر على أنك اشتغلت في الإذاعة التي كانت موجة إلى الشرق العربي، وكذلك بالإذاعة الموجة للصحراء المغربية وموريتانيا. نعم. 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 بعد المرحلة التي قضيتها في قسم التمثيل العربي، التحقت بقسم الأخبار كمذيع، وإضافة إلى اشتغالي باللغة الإذاعية كما نقول استوديو 4، اشتغلت كذلك في إذاعة الشرق التي كانت توجه إلى الشرق الأوسط. في تلك الفترة نحن نتحدث عن الستينات، شوف الإذاعة كيف كانت. واشتغلت كذلك في إذاعة الصحراء وموريتانيا، وكان المغرب آنذاك يطالب بموريتانيا كجزء من التراب الوطني. هذه مسألة معروفة في تاريخ الحديث للمغرب. وكان مدير الإذاعة موريتاني. نعم. وهو المختار والدباه. نعم. نعم. وفي هذه المرحلة كنت أشتغل كذلك بالإنتاج، إنتاج بعض البرامج الثقافية والفنية، إعدادا وتقديما وإخراجا. نأخذ أسماء بعض البرامج. كان عندي قصة الأسبوع. نعم. برنامج أسبوعي أختار فيه قصصا قصيرة، وأختار معها معزوفات موسيقية مناسبة. كذلك كان عندي برنامج سمعت ورأيت وقرأت، وفي هذا البرنامج سجلت 60 دقيقة مع الزعيم الوطني الراحل زي علال الفاسي، حيث طلبت منه أن يتحدث في كل شيء إلا في السياسة. فتحدث المرحوم علال الفاسي عن الغناء في وقته، عن المسرح، عن السينما، عن جميع الأمور التي لا تخطر على البال. وكانت حلقة ممتازة. لما توفي رحمه الله بمكتب تشاوشيسكو رئيس رومانيا، وهو يقوم بمهمة تبليغ رسالة من الملك الحسن الثاني رحمه الله إلى رئيس رومانيا، وحضرته الوفاة في مكتب تشاوشيسكو. رومانيا. رفعت السماعة وطلبت مدير الإذاعة ونبهته إلى أن عنده في الأرشيف برنامج 60 دقيقة مع علال الفاسي، لا يعني لا يعوض بأي ثمن. وثيقة ممتازة. فسر بذلك وطلب مهلة للبحث عن البرنامج، لكن دهشتي كانت عظيمة جدا لما أخبرني بأن الشريط تم محوه. نعم، للأسف الشديد. ناخذ معك أستاذ عبد الرافع أسماء الراعي الأول اللي جيتي ولقيتيهم وتتلمتي عليهم، خصوصا وأن الراحل الدكتور المهدي المنجرة عامل منذ توليه الإدارة هذا المرفق على المغربة. تماما. المباراة التي دخلنا فيها إلى الإذاعة كانت من تخطيط الدكتور المهدي المنجرة رحمه الله. نعم. هذا رجل استثنائي. نعم. والأسماء التي ما زلت أتذكرها في المرحلة التي قضيتها في قسم التمثيل العربي: حمادي التونسي، حبيب المذكوري، أمين الرشيد، عبد الرزاق حكام، سيد محمد حسن الجندي، سيد محمد حسن الجندي زوجته كذلك فاطمة بن مزيان، سيد محمد أحمد البصري، محمد أحمد البصري رحمه الله. وعلى المستوى الآخر فيما يتعلق بقسم التذيع: لطيفة الفاسي، لطيفة القاضي، بديع عريان، محمد أحمد الأزرق، أحمد الريفي، أحمد. نرسل لهم تحياتنا من هنا. نعم. من هذه المدينة الجميلة. نعم. ثم لما أحمد العماري مشى وق بكري هو سي حسن الجندي للرباط. لا، أنا العماري ما عندي بعلاقة. نعم. العلاقة التي كانت لدي في قسم التمثيل العربي مع الممثلين داخل القسم. نعم. ومن بينهم سي محمد حسن الجندي. نعم. إلا وفاء الهراوي. وفاء الهراوي جاءت فيما بعد. نعم. نعم. البرامج الإذاعية تكلمنا. ايه. عطتنا جوج نماذج، ناخذ أسماء أخرى. سعد رفيع في التلفزيون، بعد إحدى التلفزيون كنت مذيعا للأخبار. نعم. المسائية. وكان التلفزيون آنذاك لا يتوفر على الأطر الخاصة به، فكان يستعين بالمذيعين والمذيعات من الإذاعة. نعم. ولذلك في هذه الفترة الأولى برزت بديع عريان، لطيف الفاسي، لطيف القاضي، عبد ربه، محمد أحمد الأزرق، وكلهم من الموظفين ديال الإذاعة. نعم، أكيد. في التلفزيون كذلك أنتجت المجلة الثقافية، وأنتجت وساهمت في تقديم برنامج كانت له حضوة كبيرة
مع السي محمد بن عبد السلام. غادي نرجعوا ليه ان شاء الله برنامج قبل الامتحان. نعم غادي نرجعوا ليه ان شاء الله في حلقه يوم غد. الى سمحتي سعد رفيع جواهري نعود لرائعتك الغنائيه الخالده قصيده رموش، ومن خلال هذا المقطع اودعك وعبرك اودع مستمعينا الكرام. وبهذا نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة الحلقة الثالثة من هذا النبش في ذاكرة الأديب الأستاذ عبد الرفيع جواهري. غدا نغوص أيضا في بحر تلك العشر سنوات التي قضاها ضيفكم في الإذاعة والتلفزة المغربية. أضرب لكم موعدا في نفس التوقيت وعلى نفس الموجة وعلى أثير إذاعة مراكش. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، أنقل لكم تحيات الزميلة حورية الرضي في القمة الفنية، هذا أنس الملحوني من وراء الميكروفون
العفون في الإعداد والتقديم كيحييكم، لكم مني كل الحب، إلى يوم غد بحول الله. نبش في الذاكرة، ذكريات داعبت أفق خيال النجوم. توقيع أنس الملحوني.